انا كفلاح وكي قال الصديق ديالو واسميتو يعني بالنسبه لهاد تساقطات المطريه جات في الوقت يعني يعني وقت مهم بزاف 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 يعني ماشي غير خاص كان للفلاحه خاص ولا للكتيبه ولا حتى للناس لان ما نكتبوش هي غير هاد يوم اليومين ديزا كانت على الجفاف وعلى المشاكل اللي عندنا ديال الجفاف والحمد لله ربي كبير و أش غنقول لك بزاف ديال الحوايج غتستافد دابا بالنسبة للفلاحة يعني عندنا عندنا شي حوايج مهمين لا في القضية ديال البورشة المائية اللي اللي غادي تكون اللي غادي تكون أسميتو يعني الماء اللي غادي يكون غادي يرجع لنا حلو وغادي يرجع أسميتو بالنسبة للمناطق اللي فيها أسميتو بالنسبة للمناطق اللي عندهم الجفاف الحمد لله رجع لهم أسميتو أصلا لأن شحال الناس حرتات وما ما كاينش باش سميتو ما الماء باش يسقيو راه الحمد لله داكشي ديالهم دابا غيطلع هو هذاك وحتى حنا نيت كانين بعض البلايص اللي سميتو دابا كنشوف ملي كنخرجوا البهيمات دابا بزز علينا نقلبوا لهم ياكلو يعني خصنا نجريو كل بلا كل نهار خصك تجري من الصباح حتى العشيه وبهذا الحمد لله سيدي ربي راه غيعطينا بزاف ديال الحوايج مهمين الفرشه المائيه نورمالمون ملي كتقطع ملي كتقطع عندنا الشتاء مده عامين كتعاود كتبدا فيها ديك الملوحيه ديال البحر لان يعني كي كيطلع البحر من جهه من تحت الارض ولكن الحمد لله الحمد لله يعني كان دابا كاين دابا هاد الشتاء هادي يعني ونتمنى مازال ربي يزيد لينا فاس بدون حتى يحمل الواد اللي حدانا هنايا يعني, يعني لان بس محمل الواد باش ما كتكون عندك عام وكثر زوين اما حاليا باقي خاص الماء حاليا باقي خاص الماء ولكن ديجا الحمد لله ما نكذبش عليك يعني فرحه كبيره لا كان البارح من يلا بدات كيفاش فرحنا هذه حاجه بزاف ديالها سميتو ما نكذبش عليك النهار كامل دوزناه في الماء <applause> النوع اللي انت كنا كنديروا البنان البنان دابا واحد عامين بدا كينقص كي على الفرشه على الماء الماء ملي كيكون مخلط بالماء ديال البحر مخلط بدا كيملح كي بدا الماء كي كينقص تحت الارض وكيجي الماء البحر من التحت على ما عندناش مع ما مع عندناش بارجات وما عندناش تلال آه اللي كتحبس الماء في الوديان عندنا الماء تبارك الله كيجي كي مره ماشي جوج كيجري في الـ في كيجي كي وكيمشي غير للبحر كيضيع خصنا اجتهاد باش يديروا بارجات صغار كما في, في القرى وفي في في, في, في في, الجبال الاخرين باش يحبس الماء باش ما يوليش الملوحيه في ظرف عامين ولا ثلاث سنين ملي كيتحبس الشتاء مدة عامين في البلاد عندنا في النواحي ديالها وريو تامر والجهة كاملة في تامر كيولي كتولي الملوحية طالعة على الماء على هو فيض وماشي عين كاع آه الماء اللي كتجي في تولوج في الجبال الاطلس ولا في مزال الماء كيجي تحت الارض ومنه كيستافد الفلاح مسكين مع على بعد 12 كاين اللي عنده 12 البير 14 في البير وملي كتبقى الشتاء كيبقى الجفاف مده عام عام ونص عامين كيبدا كتبدا الملوحيه في الابر وكتبدا كتبدا الانتاج كيقل لا في الزراعه لا في زراعه الاموز الموز وخاصه الموز اللي كيبغي المحلو بزاف اللي كيبغي المحلو بزاف وفي الاشجار الاخرى اللي هي ما كت ما كتحملش الملوحيه كاينين الاشجار اللي هما واخا تسقيهم بالممالح بحال الزيتون بشوية مالح ماشي كل شيء مالح بحال الزيتون والرمان هما كيصبروا ولكن دابا بدلنا ملي شفنا الماء بدات الملوحيه ديالو كتكثر وطال الجفاف في المنطقه ديال ديال تمرخت وخاصه تمرخت قريبه البحر بزاف بدينا كنغيروا بدينا كنغيروا بدل, من بدل من كن ما نديروا البنان بدل ما نديروا البنان كنديروا الاشجار الاخرى المثمره بحال لافوكا انتم كتشوفوا في الجهه اليسرى ديالكم لافوكا ناجحه والباباي والرمان و... وهذاك سميتو الخروب تاع هو الخروب بدينا كنديرو الخروب باش نبدلو المنتوج باخر باش تعطينا الاستفاده باش تكون عندنا استفاده ما البنان مابقاش نمقش... كيطلب كي من الماء بزاف وكيطلب الخدمه بزاف والماء كيتغير حنا نمشيو مع الفرشه المائيه ونمشيو مع اسميتو اللي ما كيديش كي الماء بزاف ونمشيو مع الاقتصاد ديال الماء عرفتوا الماء كيقل كي كل كل جفاف كيقل عندنا الماء خصنا نبدلو نبدلوا البنان واخا هي قديمه في البلاد قرون قرون هي كتميز بها البلاد ديال اورير ولكن كيبغي الماء بزاف كيبغي الماء بزاف ما انا أبوك على سين 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 دلغردنسكت. دلغردنسكت. انا على سي سين جو ولكن الموجود هي غير نفتغات لو كون يغمس ندير غير دغورتان سكر دغورتان سكر شوف ها انا بوكا